Tout de suite, récap midi. Récap midi. متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نسل كل هذا موعد جديد من غيكاب ميدي على إذاعة اللحيتة. فمرحب بفريق العمل نوفل الشرطاني في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعرس في الديجيتال، تحية البليل أدريدي أونسل الهميمي في أستون دار، معكم سهم حمدي من توا حتى لساعتين في غيكاب ميدي. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو سنة فيكم لليوم في غيكاب ميدي؟ باش نحكيه على عملية البحث المتواصلة على الكهل المفقود اللي جرفته مياه الأمطار في واد معروف بالوصلاتية. عملية أمنية في مدينة القيروان، حجز دراجة نارية مسروقة بمستودع في المدينة. يجي هذا خاصة في الوقت اللي زادت فيه ونمت فيه ظاهرة السرقات في مدينة القيروان. باش نرجع على هذا الموضوع بالتفصيل. نحكيه على المراسلة الصحفي خليفة الجسمي، تم التمديد في الاحتفاظ به دخل في إضراب جوع وحشي. ما هو موقف نقابة الصحفيين والهيكة وعدة هيئات أخرى بخصوص هذا الملف وسرية المصادر الصحفية؟ في ديفيغ نيوز لليوم باش تكون عنا عودة على مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية وتصريحات فلاديمير بوتين الأخيرة، باش نرجع ليها بالتفصيل ومدى تداعياتها على مستوى العلاقات الأوروبية الروسية. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في غيكاب ميدي، مرحبا بكم الناس الكل. انتم تسمعوا في غيكاب ميدي من نص النهار لساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في إذاعة الحيطة فهم في غيكاب ميدي. كالعادة نبدأ بالأكتواليتي. أكتواليتي نبدأ بخبر بهم بلدية القيروان اللي فازت بتمويل مشروع باب تونس الرحبة بتكلفة 6.5 مليون دينار، وإن شاء الله يبدأ في القريب العاجل باش ناخذوا أكثر تفاصيل على هذا المشروع، على التمويل، على كل النقاط المتعلقة به. معنا في التليفون سي رضوان بودن رئيس بلدية القيروان. مرحبا بك سي رضوان بودن على إذاعة الحياة فام. مرحبا بكم بمستمعي إذاعة الحياة. شكرا جزيلا لك. لو كنت تعطينا فكرة سي رضوان على هذا المشروع والتمويل وكل التفاصيل المتعلقة به. هذه بشرة أردنا أن نفرد بها إذاعة الحياة. شكرا. مهنيتها ومهنيتها في التعامل مع الأحداث وبشرى لأهل القيروان. الحقيقة ذي ثمرت عمل دام أشهر فريق متكامل اللي هو مناظرة لاختيار المدينة اللي مش تحوز بالتمويل هذايا اللي هو من طرف ممول خارجي عن طريق وزارة التجهيز. يتمثل في قرابة 6 مليون دينار، 6 مليارات في مليماتنا أو 6 مليارات ونص، ويتمثل في تهيئة وإعادة تأهيل المنطقة الأثرية بالطبع بتاع القيروان. يعني القيروان كلها أثرية خاصة المدينة، من رحبة من سوق المركاض هذه الحدود متاعها إلى المدينة العتيقة وسوق المماجل. تتمثل هذه في إعادة الشبكات كلها نتاع الماء والضوء والكل الشبكات حتى الاتصالات، وفي إعادة التبليط لبعض المناطق، في تجميل الواجهات اللي معناها زاد مناطق من في المنطقة هذه. يعني بتكون نقلة نوعية سي رضوان بودن. ان شاء الله المؤمل هذا هي باش تكون نقله نوعيه اولا للمنطقه هذه الكل اللي هي الحقيقه وضعيتها لا تسر، وتكون ان شاء الله زاد حافز للتجميل المدينه باش تولي حافز لجذب السياح وجذب ان شاء الله يا رب المدينه تكون مدينه جميله. ما تعرف كي تبدا المدينه جذابه تولي تجذب السياح تجذب المستثمرين، واحنا هذه
العمل نتاع المجلس البلدي من اللي جه هذايا وقاعد يخدم بدأب معناها والعمل مش ظاهر حقيقة. هذه إن شاء الله بكورة الثمرات اللي بدأت تظهر للمجلس هذايا إن شاء الله. عديدة من أخرين من المشاريع اللي زورت ولكن مش ظاهرة العموم. هذا إن شاء الله مشروع مش يكون يغير وجه المدينة الشمالي ويردوا أولا جذاب للي يعيشوا فيه قبل سبيح وخاصة للوافدين على مدينة القيروان وخاصة المنطقة هذه فيها العديد من الأنشطة التقليدية وفيها الصناعات فيها الحقيقة حركية اقتصادية كبيرة. إن شاء الله هذه يعاونهم على تحسين المردود الاقتصادي إن شاء الله يا رب يعيشك يا سيرة ذوين. فقط سؤال وقتاش باش تنطلق معناها نشوفوا الأشغال بديت وقداش باش تستغرق معناها هالإعادة التهيئة نتاع يعني المسار اللي حكيت لنا عليه؟ هو هذا الحقيقة تو احنا بلاغ هبط ما جاتناش المراسلات الرسمية المؤمل أنه خذيناك على الطاير سيرة ذوين. الدراسات بالطبع احنا فاشتمنا لكم بهم وشرنا أهالي القيروان ولكن إن شاء الله دوما جينا المراسلة تعرف المشاريع هذه وأعداد الدراسات وواحد يأخذ ما عدة أسابيع إلى بضعة أشهر إن شاء الله. المؤمن أنه في 22 تنطلق الأشغال أي والنهاية متاحة ذيك بعد حسب الدراسات الفنية وخاصة طاقة المقاولين اللي مشيت اتحادهم الصفقات هذه. واضح نشكرك. أمل أنه في 2022 تبدأ الأشغال معناتها تبدأ الدراسات وتنتهي ثم تنطلق الأشغال. واضح. إن شاء الله نحصل عليها ونوفر لها الإمكانيات البشرية كل باش تواكبها هذه وننطلقوا فيها. إن شاء الله يا ربي نشكرك. أنا اليوم زاد بعدنا نعطيكم أخبار آخر تو كان وفد من وزارة البيئة زاد عنا مشروع المنتزه ما سميناه المنتزه المنشية اللي هو مقدر بأربع مليارات كان وافد كنت معه في مع وزارة البيئة نعينه في المشروع هذايا مع حديقة صغيرة اللي هي مجانبة لمسجد عقبة هذه إن شاء الله يكون نعينه فيها ومش تنطلق زادة قريبا الدراسات وإن شاء الله الإنجاز زادة ينطلق 22 وهذه مقدرة تقريبا في حدود الأربع مليارات مليم ان شاء الله. ان شاء الله سي رضوان تكون بحذينا في الاسبوع القادم علاش لي لاجراء حوار نرجع فيه على ابرز المشاريع والمشروع هذا باكثر تفاصيل وناخذ وقتنا بالكدا ان شاء الله على الذمه بحال ان شاء الله. نشكرك برشا سي رضوان بودن رئيس بلديه القيروان على مدنا بكل هذه التفاصيل. مبروك لبلديه القيروان اللي فازت بتمويل مشروع باب تونس الرحبه بتكلفه 6.5 مليارات من المليمات التونسيه. هذا مشروع مهم مازال توا كيف تم الاعلان عليه ان شاء الله نرجع عليه باكثر تفاصيل في مواعيدنا القادمه في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي ريكاب ميدي دقيقه على اذاعه الحياه فم. هذا ريكاب ميدي انتم تسمعوا في ريكاب ميدي من نص النهار لساعتين. باش نحكيو على البحث على جثة كهل مفقود تقريبا عنده 4 أيام في معتمدية الوسلاتية. راجت البارح أخبار على أنه تم العثور على جثته بعد تم نفيها. على كل باش نتعرفوا بأكثر تفاصيل على العملية كاملة هذه معنا بالتليفون العقيد أيمن الجوادي المدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة في ولاية القيروان. سيد العقيد أيمن الجوادي مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم مرحبا بجميع مستمعي اذاعه حياة الفهم. شكرا جزيلا لك سيد العقيد. لو كنت تعطينا تفاصيل ساعه تم العثور على الجثه او لا وتفاصيل العمليه الكل. اول حاجه نحب نسوق ساعه كلمه شكر لاعوان واطارات الحمايه المدنيه المجتمع المدني والسلطات الجهويه جمعيه الحمايه جمعيه التطوع في خدمه الحمايه المدنيه جميع المجهودات تم تسخير جميع المجهودات للعثور على جثه المفقود اليوم بمجهودات الأطراف المداخلة كل تم العثور على الفقيد والحمد لله. تمت العملية في وقت قياسي نسميه في ظرف 4 أيام تلقينا جثة في واد كانت قوة التيار فيه قوية برشا
وكان متفرع وكانت عملية حقيقة معناها تقنية على الاخر فيها برشة تكنيك وجبنا حتى الغواصة وتم اليوم العثور عليه. نأكد لكم اليوم تم العثور يعني رسميا تم العثور على جثة الكهل هذي المفقود. منذ وقتاش سيد العقيد وقديش والوقت نتاع العملية كاملة قديش استغرق؟ نهار اثنين جانا بلاغ من طرف مواطنة مع قريب الخمسة متاع العشية أنا شايف سيدي معناها جرفته المياه. تم تسخير جميع الإمكانيات من نهار اثنين العشية إلى حدود هذا الوقت معناها باش نقيناه. وتم العثور عليه بعد من مكان السقوط اللي طاح فيه قريب ما بين 3-4 كيلومتر كان معناها وحل في متاع أغصان متاع أشجار وقيناه غادي والحمد لله. الله يرحمه وينعمه. يعني تم تسليم الجثة للطب الشرعي سيد العقيد ولا تم تسليم الجثة للحرس الوطني اللي مش يتم نقله للمستشفى تاع القروين مستشفى القيروان. واضح يعني تم التعرف على هويته كانت أخته بقينا وتعرفت عليه والهوية معناها تم تأكيدها اللي هو أخوها. واضح الله يرحمه وينعمه. نشكرك برشا سيد العقيد أيمن الجوادي المدير الجهوي للحماية المدنية بنيابة في ولاية القيروان. شكرا لمجهودات الوحدات الكل اللي ساهمت في العملية هذه. للأسف الشديد تم العثور عليه متوفي على بعد 3 كيلومترات تقريبا من مقر سكنه جرفته مياه الأمطار بواد معروف في معتمدية الوصلتية. البلاغ وصل للحماية المدنية نهار الاثنين اللي فات واليوم رسميا بعد ما خرجت أخبار البارة على أنه تم العثور على الجثة ونفات الحماية المدنية. اليوم يؤكد سيد العقيد أيمن الجوادي المدير الجهوي للحماية المدنية بنيابة في القيروان لإذاعة الحياة فهم أنه تم العثور على جثة هذا الكهل الله يرحمه وينعمه. ريكاب ميدي أكتواليتي في الأونة الأخيرة في القيروان قاعدين نسمعوا بتنامي ظاهرة السرقات. برشا تشكيات على مستوى السرقات في الجهة ومؤخرا يعني تم حجز عدد من الدراجات النارية المسروقة في مستودع بمدينة القيروان. باش نرجع على هذا الموضوع بأكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف السيد سالم المجري الكاتب العام الجهوي لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي بالقيروان. سي سالم المجري عسلامة مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي الحياة فهم. شكرا جزيلا لك سي سالم. برشا سرقات وبرشا تشكيات من قبل المواطنين في الآونة الأخيرة خاصة على مستوى مدينة القيروان ومؤخرا فما عملية تم خلالها حجز عدد من الدراجات النارية المسروقة. لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل. صحيح تنامت الظاهرة ظاهرة سرقة الدراجات النارية في المدة الأخيرة ومدة حوالي جي شهر وصلتنا برشا تشكيات من المواطنين ثم برشا سرقات قاعدة تصير لهنا خاصة على الدراجات النارية. تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية في القروان وتم تنشيط جميع الشبكات هنا. ثم زوز محاور. المحور الأول هو اللي تشد البارح العملية اللي جات بلغت الرئيس مركز طريق حافوظ معلومة اللي ثم محل قاعد يشري في الموتورات هذه المسروقة ويفكك فيها ويبيع فيها. البارح الرئيس مركز طريق حافوظ ومنصورة والحجام ضم تنقلوا الوحدات نتاعهم للمحل ذايا. تم حجز دراجات نارية تم حجز خمسة دراجات نارية مفكة وستة دراجات نارية في حالة حسنة هذوما لهنا بدون وثائق ضمني وتو موجودين على ذمة البحث. العملية سبقت هذه عملية وتم إيقاف صاحبها والوالد نتاعو على خاطر كي حبوا يتنقلوا للمحل نتاعو قبلوا جوبه بالبوابر من حجارة من جهة المنشية ومنعوا الوحدات الأمنية باش تدخل لك المقر هذاك. هذه البارح سي سالم العملية هذه البارح. البارح هاي احنا تفاديا باش ما تخرجش في إشكال وباش ما تصير صدامات فهمتني رغم ثم تنسيق مع النيابة العمومية. البارح علينا من الصالح انه ما المقر هذا السكنة ما يتمش مداهمته واكتفينا بالحجز هذا بتاع 11 دراجة نارية اللي هم الكل تو حاليا محل سرقة
واخرها انه ثم واحد مواطن اليوم اتصل بالوحده الامنيه نتاع حي النصر وتعرف على الدراجه نتاعه ولقاها معناها مفكه معناها بكلها وتعرف عليها وجاب ما يثبت ملكيته لها. احنا العمليه سبقتها توا مده 5 ايام التالي عمليه وحدثنا احنا بالامن التاريخي مركز الجرده زاد بلغتهم معلومات اللي ثم جماعه تسرق معناها ثم جماعه انفار هذوما معروفين في السرقه قاعدين يقوموا بالعمليات هذه. تم تنسيق مع النيابه العموميه وساهموا زاد المقر نتاع مقر اقامتهم حجوا شدوا زوز انفار عفوا شدوا 5 انفار وحجوا زوز دراجات ناريه مسروقه. بالبحث وكذا اتضح ان الشبكه هذه تمشط مع شبكه موجوده في الوردانين مجروعه في جهه الوردانين تقوم ببيع الدراجات المسروقه هذه معناها ثم انفار. تحولوا الوحداتنا مشكورين لجهه الوردانين وتم ايقاف غادي زوز انفار وحجزوا 5 دراجات ناريه مسروقه وحاليا البحث متواصل باش نحاولوا نكشفوا على بقيه الشبكه الموجوده لنا. واضح هذا ذكرنا سي سالم وانت دخلت معنا قبل بالشبكه ذيك الدوليه لسرقه السيارات زاده ومتورط فيها واحد جزائري وفما مرة أخرى شبكة زادة دولية في ولاية توزر برشا شبكات تنشط في مجال السرقات بتاع الدراجات النارية وإلا السيارات. تحية لقوة الأمن اللي خدمت الموضوع هذايا. فقط سؤال سي سالم الناس اللي سرقت لهم دراجات نارية في الآونة الأخيرة وين ينجموا يمشيوا كيفاش ينجموا يتصلوا بكم باش يتعرفوا؟ يتصلوا بينا احنا عن مجونا الوحدات على مستوى اما الشرطه العدليه بالقيروان المدينه او مركز توا طريق حافوز متواجد فيه مجموعه من الدرجات قاعدين فيه المواطنين وقاعدين يتعرفوا على الدرجات نتاعهم يستظهروا بالوثائق واحنا هنا بالتنسيق مع النيابه العموميه قاعدين نرجعوا في المسروق موجودين في كل وقت مرحبا بهم مع الوحدات هذوما خاطر ثم دراجات ماهوش معلم عليهم ثم دراجات ناريه مسروقه لكن ثم مواطنين توا ماك تعرف احنا عندنا الظاهره يقول لك سرقت لي موبيليات يستخلف فيها ربي وما عادش يسلم فيها وكذا انا كذا احنا نعملوا نداء من خلال اذاعتكم لكافه المواطنين اللي عنده دراجه ناريه مسروقه يتصل بينا بالوحدات الامنيه سواء بطريق حافوظ او الشرطه العدليه يتعرفش على الموضوع ويستظهر بالوثائق واحنا نرجعوا له. واضح. نشكرك برشا سي سالم المجري الكاتب العام الجهوي لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي في القيروان. بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل. الناس اللي تسرقت لهم درجات نارية في الآونة الأخيرة وحتى كان ما بلغوش عليها ينجموا يعني يلتحقوا بالمراكز الأمنية اللي ذكرهم سي سالم المجري وبوتيتر ينجموا يلقاو الدرجات النارية نتاعهم إذا كان وصلت إلى قبضة الأمن. تحية إلى قوة الأمن في خاصة في العملية هذه اللي تم فيها القضاء على السرقات واللي هي ظاهرة أقلقت برشا المتساكنين في القيروان. ريكاب ميدي. مضي ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة أنتم في الاستماع لريكاب ميدي على إذاعة الحيت فام. معايا سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي يقيد نحكي ونرجع شوية على مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية خاصة تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللي قال اللي يحب الغاز الروسي معليه كان يخلص بالروبل العملة الروسية. روسيا كيف بدأت الحرب الناس الكل كان يظنوا أنها حرب خاطفة ما يشمش الدوم وبالتالي ما فهموش بوتين الشيح وين يحب يوصل ومشيوا كلهم في الجانب المقاطعة الاقتصادية وتجميد الأرصدة والشركات اللي تخدم مع روسيا يلزمها تخرج. فروسيا قالت الحل هو أنه باش الدولار قاعد يطلع يعني طلب على البضاعة أكثر ولا أكثر فكحل من الحلول يقول لهم باش يولي الطلب على الروبل برشا ويطلع الروبل لأن الروبل طاح في المدة التالية عنده انخفاض فهي فرصة لي يقول لك أنا من نبيع لك الغاز ونبيع لك النفط تخلصني بالروبل إلا بالعملة الروسية مما يجعل طلب على العملة أكثر وتعرف أنه في سوق العملة دي كل حسب الطلب العرض العرض والطلب كلما زاد الطلب كلما ارتفع سعر الروبل وهذه خطوة جديدة قام بها بوتين تحسب له
به تحسب له ولا بعض الخطوات الاخرى تحسب علي خاطر زاد الهوني سي حمادي من الجانب الاقتصادي فوالا بالجانب الاقتصادي والسياسي وعلى جميع الاسعدة اسكو ربح ولا خسر ولا الربح اكثر من الخسارة ولا الخسارة اكثر من الربح هذا باش نرجعوا عليه مع ضيفنا السيد منتصر الشريف مختص في العلاقات الدولية في جامعة سوسة توتسويت في ديفيغ نيوز. مرحبا سي منتصر عسلامة. سلامة. أهلا وسهلا معنا سي منتصر الشريف مختص في العلاقات الدولية في جامعة سوسة. معنا زيدة في البلاتو سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني ومتابع للشأن العام. اليوم نحكيو على الحرب الروسية الأوكرانية تقريبا شهر شهر كامل يعني من هذه الحرب. كيفش قراءتك سي منتصر لهذه الحرب؟ هل بوتين حقق أهدافه أم لا؟ نعم بطبيعة الحال هل حقق أهدافه أم لا؟ لهنا يجب أن نعلم ما هي الأهداف تاع هذا الغزو الروسي. تعلمون جيدا أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية قد صرحت بأنه الغاية من هذه العملية ليست احتلال روسيا، وأنا أعتقد بالفعل أنه الغاية ليست احتلال روسيا لأنه لا يمكن لدولة أن تحتل دولة وأن تفتح على نفسها حرب استنزاف، والروس أكثر أشخاص أو أكثر أطراف يعلمون ذلك. يعني مروا بتجارب بتاع حروب استنزاف وفي كل مرة تقريبا فشلت هذه الحروب، وبالتالي لا يسعون إلى أن يخوضوا حرب استنزاف أو أن يضعوا أنفسهم في حرب استنزاف، وبالتالي فإن الأهداف التي تروم منها روسيا أو تروم روسيا الوصول إليها هي أكثر منها أهداف سياسية من أنها أهداف عسكرية. فالروس يريدون أن يحسنوا موقعهم في المفاوضات مع الأوروبيين وخاصة مع الشمال الأطلسي، ويريدون أن يفرضوا على أوكرانيا أنها تلتزم بالحياد وتلتزم بعدم الاندماج في الاتحاد الأوروبي وخاصة في حلف شمال الأطلسي. وباعتقادي هذه الرسالة قد وصلت وقد نجحت روسيا بالفعل يعني في تحقيق هذه الغاية. فاليوم الجميع يعني يعلم بأنه تقريبا أصبح مستحيلا على أوكرانيا أنها تندمج في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي، وبالتالي أعتقد بالفعل بأن روسيا قد حققت جزءا كبيرا من أهدافها، وأن الأوكرانيين والأوروبيين سيضطرون عاجلا أم آجلا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. نعم. قراءتك لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص الغاز الروسي؟ قال إذا كان أوروبا تحب على الغاز الروسي ما عليها إلا أنها تدفع بالعملة الروسية الروبل. نعم بطبيعة الحال هذا يعني من الدهاء السياسي والدهاء الاقتصادي، لأنه حينما نقول أن الأوروبيين عليهم أن يدفعوا بالروبل يعني ذلك بأنهم سيستبدلون الروبل الروسي بالعملة العالمية اللي هي الأورو حاليا والدولار، وبالتالي للحصول على الروبل الروسي عليهم أن يستبدلوا ذلك بالأورو أو بالدولار الأمريكي، وهو ما يعني في وبكل بساطة ضرب الحصار الاقتصادي الذي فرض على روسيا، لأنكم تعلمون جيدا بأن هذا الحظر في جزء كبير منه يهم البنك المركزي الروسي، وبالتالي منع التحويلات الأجنبية لروسيا. وبالتالي اليوم روسيا حينما تفرض التعامل بالروبل يعني ذلك وبكل بساطة إفشال هذا الحصار الاقتصادي عليها. وهناك يعني حتى أنباء على مفاوضات مع الصينيين ومع حتى الهند مع الهند لتجاوز المعاملات بالدولار وبالأورو، وهذا كان متوقعا منذ البداية. يعني كانت عندي عديد مداخلات مع زملائكم وقلت في نهاية الأمر أنه هذا الحصار يعني ما يهمش دولة بسيطة كما إيران وإلا كما بعض الدول متاع أمريكا الجنوبية، هذا يهم روسيا يعني أكبر مخزون تقريبا في المحروقات في البترول وفي الغاز، وبالتالي يعني في نهاية الأمر روسيا لن تتأثر كثيرا، وخاصة أنه قبل بداية الحرب روسيا
عملت معنا مخزون من العملة الأجنبية في البنك المركزي، وبالتالي كانت متوقعة لهذه العقوبات. بوتين هو ضرب على الوتر الحساس بالتالي بهذه الخطوة لمزيد الضغط على الأوروبيين، خاصة بعد انخراطهم في فرض العقوبات على روسيا. هذا باش يدفعهم سي منتصر إلى التراجع، يدفع الأوروبيين يعني إلى التراجع عن بعض العقوبات أو إعادة يعني اصطفافهم. نعم، بطبيعة الحال يعني لهنا العقوبات من هو المتأثر منها الأول؟ صحيح أن روسيا متأثرة مباشرة بهذه العقوبات، ولكن الطرف الثاني المتأثر كثيرا بهذه العقوبات هو الاتحاد الأوروبي، لأنه تعلمون جيدا أن الاتحاد الأوروبي يتزود ب 30% من البترول من روسيا و 40% من الغاز من روسيا، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تدفع إلى فرض قيود اقتصادية على توريد البترول الغازي، عفوا على توريد البترول الروسي، تتزود فقط ب 10% من المحروقات من البترول يعني من روسيا، وتتزود ب 0% من الغاز الروسي، وبالتالي فهي تقريبا بعيدا عن هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. وأن أول من سيدفع هذه الفاتورة وديجا بدأوا يدفعوا في هذه الفاتورة هو دول الاتحاد الأوروبي. وتعرفوا ليه أنه معناها في بعض الدول مثل ألمانيا أصبحت تقريبا يعني أزمة اقتصادية، واقتصاديات هذه الدول لا يمكنها أن تتحمل تواصل هذه الأزمة، وبالتالي فإنها ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للشروط الروسية. وهذا ما يعلمه بوتين جيدا، يعلم بأن الدول الأوروبية على الأقل في الفترة الحالية يعني هي مرتبطة باقتصادي ومرتبطة بالطاقة الروسية ومرتبطة حتى بالجغرافيا الروسية. تعلمون جيدا أن روسيا راهي تمثل تقريبا 11% من أوروبا، من اليابسة متاع يعني من مناطق اليابسة، وبالتالي معناها حتى الحظر، مسألة حظر الطيران تعني تكبيد الاقتصادية الأوروبية، مصاريف إضافية ومصاريف كبيرة، وبالتالي يعني مصاريف لا يمكنها أن تطول، وسيجدون أنفسهم مجبرين على الجلوس على طاولة المفاوضات وقبول الشروط الروسية. سي منتصر، في نفس السياق لاحظوا أنه في الفترة الأخيرة أنه رئيس أوكرانيا يطلب من بعض الشركات مثال الخروج من روسيا، وهي ترفض الخروج، يعني شركات كما شركة سيارات ما غير ذكر أسماء، يطلب من الشعب الألماني أنه يضغط أكثر على الدولة من أجل أوكرانيا. تراش هذا هي بداية النهاية بالنسبة نظام الحكم في أوكرانيا. يعني انت سيادتك كما قلت روسيا مش من أهدافها أنها تسيطر على أوكرانيا الكل، هي قامت بالتقسيم وخلقت زوج دويلات مبدئيا، ثم الهدف تغيير الحكم، خاصة أنه نعرفوا أنه ما وقع في عام 2013 و2014. نعم بالفعل، يعني اليوم الرئيس الأوكراني زيلانسكي يعني أعتقد أنه في أسوأ الوضعيات، لأنه إن واصل هذه الحرب فذلك سيؤدي إلى تدمير ومزيد من التدمير ومزيد من المصاعب للشعب الأوكراني، وبالتالي سقوط يعني هذه الحكومة، وإن تراجع فهو يعني سيكون كذلك قد وضع نفسه في موقف محرج أمام شعبه، وبالتالي هذه الدعوات من الرئيس الأوكراني للاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات باعتقاد يعني ما عندهاش حتى معنى، لأن العقوبات الأوروبية الاقتصادية على الأقل وصلت إلى أقصاها، وبالتالي الأوروبيين مع الغرب ما عادش عندهم عقوبات إضافية اقتصادية على الاتحاد على روسيا. يعني أقصى العقوبات سلطت على هذه الدولة، وظهر أن هذه العقوبات في نهاية الأمر معناها ما هيش باش تأثر، لن تردع بوتين يعني. نعم، بالعكس أوروبا هي المتضررة. نعم، أوروبا متضررة، ويعني أنت أعطيت معنا المثال متاع الشركات. بالفعل هذه الشركات، خاصة أنه ثم قرار اتخذه بوتين أنه سيعاقب الشركات التي تقبل أنها تغادر روسيا، وبالفعل الجميع ينظر إلى ما بعد الحرب وما بعد نهاية المواجهات المسلحة. يعني عديد الشركات العالمية تعلم جيدا بأنها ما تنجمش لعيون الأوكرانيين أو لعيون زيلانسكي يعني تضحي باقتصادياتها، وبالتالي هذا مفهوم علاش عديد الشركات العالمية يعني ترفض الاستجابة لهذه الطلبات. ومرة أخرى يعني الموقف الروسي، صحيح ثم خسائر عسكرية، وهذه معناها خسائر طبيعية طبيعية،
طبيعية، وخاصة أنه معناها ما توصل لنا إلا الصورة التي يقدمها لنا الأوروبيين، يعني يحاولوا في طبيعة الحال تضخيمها وكلنا نفهم ذلك. ولكن هذه الخسائر هي طبيعية في مواجهة أو في هجوم عسكري، والروس يعلمون جيدا بأنهم ربحوا المعركة عسكريا، هم ربحوها كذلك اقتصاديا، وهم حاليا بصدد ربح المعركة سياسيا. وبالتالي أعتقد شخصيا أنه في نهاية الأمر سيجبرون على الجلوس معه للتفاوض ولوجود حل. ومن هذه الحلول، حتى إن لم يطلب ذلك مباشرة، من الحلول التي قد يفرضها بوتين هي تغيير رأس السلطة في أوكرانيا واستعادة الأطراف الموالية له، وعلى الأقل يعني الأطراف التي تتعهد له بعدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. على المستوى الإعلامي سي منتصر، لاحظوا أن الرئيس الأوكراني في المدة التالية كثف من لقاءاته المباشرة مع البرلمانات الأوروبية، تكلم مع البرلمان الكندي، مع الاتحاد الأوروبي، مع بلجيكا. تراش أنه هذا ما أداش إلى نتيجة، ربما أدى لنتيجة عكسية، يعني هو تكلم والسلام، ما ثماش مواقف وما ثماش مخرجات بعد هذا اللقاء، ما سمعناش حاجة تعملت. نعم بالفعل، باعتبار أنه الرئيس لوانسكي يعني يعلم جيدا بأنه لا يمكنه أن يتمتع بدعم إضافي من الأوروبيين، ويعني أكبر صفعة كانت لهذا الرئيس والنظام الأوكراني هي حينما رفضت أوروبا وحينما رفضت دول الأطلسي، حلف شمال الأطلسي، فرض حظر طيران على المنطقة على أوكرانيا. فذلك كان واضحا بأن الغرب قد تخلى عنه، وبأنه أقصى ما يمكن أن تقدمه له أوروبا وحلف شمال الأطلسي هي دعم مادي في نهاية الأمر، معناه موش بشي يفيد أوكرانيا كثيرا، وبعض الصواريخ المضادة للطائرات أو المضادة للدبابات. أكثر من ذلك يعني ما يطلبه الرئيس الأوكراني وهو التدخل على الميدان، هذا تقريبا يعني شبه مستحيل، إذا لم أقل مستحيلا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبالتالي وجد الرجل نفسه مجبرا على التعامل مباشرة مع روسيا. نعم، نذكر أنه معنا سيد منتصر الشريف، مختص في العلاقات الدولية في جامعة سوسة، نحكيه على الأزمة الروسية الأوكرانية. هوني حكيت لنا سي منتصر على ضعف موقف الرئيس الأوكراني، وكانت بريطانيا عرضت عليه اللجوء، هل تعتقد سيجبر على قبول مطلب اللجوء إلى بريطانيا أم لا؟ خاصة وأنه هو مطلوب يعني أنه يتم إزاحته من على رأس أوكرانيا. نعم، لا أعتقد أن هذا الطلب سيستجيب له، ولا أعتقد كذلك أن حتى الروس سيدفعون نحو هذا الاتجاه، لأن لجوء الرئيس الأوكراني إلى الخارج يعني وبكل بساطة أنه سيصبح الجنرال دوغول الجديد بطل، وسيصبح قائدا رمزا، وهذا الروس يعرفوه جيدا، وبالتالي فإنه ليس من مصلحتهم أنه يدير الحرب من الخارج وأنه يعمل حكومة إدارة أزمة من الخارج كما حدث في الحرب العالمية الثانية، لأن ذلك سيعود بالوبال سياسيا وإعلانيا وخاصة سياسيا على روسيا. وبالتالي لا أعتقد أن روسيا ستدفع نحو هذا الاتجاه، باعتقادي أن روسيا ستقبل هي الأخرى بالجلوس على التفاوض، بالجلوس على طاولة التفاوض مع الرئيس الأوكراني، لأنها في موقف قوي، لن تطلب بإزاحته حتى على الأقل بطريقة مباشرة، ولكن ستفرض عليه الشروط دوتال سورت، يعني أنه سيجد نفسه مجبرا على التنحي عن السلطة. واضح. سي منتصر، سؤال آخر، هل سيطول أمد هذه الحرب؟ وهل يعني نرجع شوية على تصريحات بوتين يعني مؤخرا بأنه يمكن أن يتم استخدام الأسلحة الفتاكة النووي، هل تعتقد أنه أمد الحرب ما زال طويل أم قصير، وهل سيتم استخدام الأسلحة الفتاكة؟ نعم، باعتقادي أنه، خليني جاوبك على السؤال الثاني بتاع استخدام الأسلحة الفتاكة، يعني أسلحة الردع النووي، باعتقادي هي الأسلحة الوحيدة التي تصنع لتخزن وليس للاستعمال، يعني حتى الروس أنفسهم يعلمون جيدا أنه ليس من مصلحتهم أنه تستعملوا هذه الأسلحة، نعلم جيدا هذا يندرج بطبيعة الحال في إطار نظرية توازي الرعب لكيليبر دو لا تيرور، يعني الأسلحة النووية ليست للاستخدام، لأنه إذا استخدمت فنعلم جيدا يعني هي نهاية الطرفين، وما ثماش يعني
منتصر ومنهزم في هذه الحرب. بالنسبة لأمد هذه الحرب، يعني هذه الحرب ما يتحكم فيها ليست الانتصارات العسكرية بقدر ما هي الانتصارات الاقتصادية، يعني من سيتحمل التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب هو الذي سينتصر. وباعتقادي أنه أكثر خاسر، أكبر خاسر اقتصادي من هذه الحرب هو حاليا الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا عنصر أو هذا ما يؤدي إلى أن هذه الحرب باعتقادي لن تطول ولن تصبح حرب استنزاف. لأن الروس كما قلت يعلمون ذلك جيدا، هم عندهم معناها مصاعب اقتصادية واضح، الغرب كذلك لهم مصاعب اقتصادية. أكثر مستفيد من هذه الحرب اقتصاديا هو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فالأوروبيين أنفسهم يعلمون ذلك وسيجدون أنفسهم مجبرين على الدخول في المفاوضات، ويعني ذلك بكل بساطة إنهاء المواجهات المسلحة في المنطقة. نعم سي منتصر، المفاوضات جارية تقريبا منذ بداية الحرب. نعم. صحيح لم يكن هناك نتائج كبيرة، ولكن على الأقل بينت لنا أهداف ومقاصد روسيا، لأن روسيا كانت دائما واضحة أثناء المفاوضات تقول ها الشروط متاعي وتروح. اليوم ترأس أن الاتحاد الأوروبي نظرا لأنه مش يكون الخاسر الأول على مستوى الميزان التجاري، سيضغط على إنهاء هذه الحرب بالشكل اللي تراه روسيا. بالفعل يعني هي ديجا معناها بدأت بالضغط في هذا الاتجاه، ونحن نعلم جيدا أنه لأول مرة يعني الرئيس الأوكراني بدأ الحديث على إمكانية قبول التنازل عن أجزاء من بلاده لفائدة روسيا، وهذا يعني في نهاية الأمر يعتبر تغيرا كبيرا في الموقف الأوكراني. وبالتالي هذا التغير لا يمكن أن يأتي من عدم، هذا التغير يعني يأتي من الضغوطات الأوروبية على الرئيس الأوكراني سواء المباشرة أو الغير مباشرة. المباشرة يعني أنهم يفرضوا عليه الجلوس على طاولة المفاوضات، أو الغير مباشرة بأنهم يرفضوا الاستجابة إلى طلباته المتعلقة بالدعم. وبالتالي هذا الضغط يعني موجود، وباعتقادي أصبح أكثر حدة على الرئيس الأوكراني الذي في نهاية الأمر سيجد نفسه أمام إلزامية الجلوس على طاولة المفاوضات. يعني الاتحاد الأوروبي كما قلت لكم منذ مداخلة الأولى أكثر ما ينجم يقدمه لأوكرانيا هو بعض الدعم المالي الذي لن يفيده كثيرا، وبعض يعني الأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للدروون. سي منتصر، نختم معك بسؤال ورجاء بإيجاز جاوبنا عليه نظرا لضيق الوقت. المنطقة المغربية ولا الدول المغربية يعني هل سيكون لها دور خاصة في استمالة المواقف السياسية من هذه الحرب؟ هل سيتم معناها العمل على اصطفاف بعض الدول مع هذا الطرف أو ذاك؟ هل ستلعب روسيا دور في هذا المجال أم لا؟ بطبيعة الحال يعني نحن نشوف هنا الموقف الجزائري الذي رفض الترفيع في الإمدادات الأوروبية من الغاز، يعني هذا يندرج في إطار الحلف التقليدي الذي يعاد أكثر قوة مع روسيا. وبالتالي يعني بالفعل نحن اليوم نشهد مشهدا جديدا، وهو عودة الحرب الباردة القديمة وعودة الثنائية القطبية. وبالتالي أعتقد أنه حتى بعد نهاية هذه الحرب الجميع سيحسب حساباته، يعني الجميع سيحاول الاستفاف في إطار هذه الحرب الباردة الجديدة. فنحن اليوم بالفعل في قلب الحرب الباردة الجديدة وفي قلب الثنائية القطبية الجديدة. واضح. نشكرك برشا سيد منتصر الشريف، مختص في العلاقات الدولية في جامعة سوسة، على مدنا بكل هذه التفاصيل. كنكون وصلنا لختام غيكاب لليوم. نشكرك برشا سي حمادي البقلوطي، الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، رفقتني في التحليل. تحية لزميلتنا إمنا بوخيت وأحمد أو نوفل الشرطاني في الإخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، أنس الهمامي في ستوندار، بلال دريدي في الأعداد. كنت معكم سام حمدي من وصلنا راحة التوا في غيكاب مدينة قبل، في غيكاب جديدة الأسبوع المقبل. في لمان الناس الكل، غيكاب مدينة، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام